فراح مشكلة الأمهات الدائمة، ابني حكى صح أو ما حكى أو تأخر بالكلام، هاي المشكلة العامة اللي هلأ عم نشهدها بكثرة وشائعة جدا بالمجتمعات، وخاصة عن نطق الطفل أحرف بطريقة خاطئة بالرغم من أنه الأم عم تحاول تصحيح هاي الكلمات، وأيضا تأخر بعض الأطفال بالنطق. اليوم رح نعرف كل هالتفاصيل ونعرف العمر اللي لازم ما ممكن تتوجه فيه الأم عند أخصائي حتى يوجهها أكثر. خلينا نحكي اليوم مع الدكتور الاستشاري أنس حتاحت حتى نعرف شو هي الحلول وشو هي الأسباب. يسعد صباحك. صباح الخير. صباح الخير سعيد دكتور. صباحك. اليوم المشكلة يمكن بتوجع الأمهات كتير، بتسبب لهم نوع من القلق إنه ابني يتأخر يمكن بالكلام، ابني نطقه ما نو صح. فخلينا بالبداية نعرف شو هو العمر الصحيح لحتى نقول إنه الطفل لازم يبدأ يحكي، وإمتى بنقول هو يتأخر بالنطق؟ صحيح، يعني مشكلة النطق عند الأطفال بسن مبكرة هي هاجز عند تمام. الأمهات، إنه ابني حكى او ما حكى، او تاخر بالكلام او تاخر بالحكي او تاخر يقول ماما. يعني من 7 اشهر او 8 اشهر للسنه، هذا العمر بيكون كثير الام بتوتر، انه انا بلش ابني يقول كلمات، بلش يقول احرف، يعني و هو لازم بال7 شهور للسنة يبلش بهالفتره هي يقول. يبلش يقول بدايه الاحرف الاولى، تمام. الام، كلمه ماما، كلمه بابا. بعدين بتصير تتطور اكثر المفردات. بهالفتره هاي بتكون هي البدايه كشكل طبيعي. تمام. اذا صار في تاخر شوي لبعد السنه كمان هي ضمن الطبيعي، ما يكون في خوف، ما يكون في قلق انه انا ابني لا لسه في عنده معناتها مشكله لازم اخذه لعند طبيب. هون لساتنا نحن ضمن الطبيعي. اذا صار في تطور بالعمر اكثر من هيك وما حكى الطفل ولا حرف ولا كلمه ولا اي صوت طلع منه، هون معناتها بنروح شوي باتجاه الطبي، باتجاه اختصاصي، يشوف شو المشكلة اذا كان طبعا في مشكلة. طيب كنا عم نحكي انه هذا الوقت كثير عم نسمع بهي القصص، تاخر الاطفال بالكلام او يمكن العمر ما عم يوصلوا مثلا لعمر 3 4 سنين ما عم يحكوا احيانا الاطفال. وخلينا نعرف اول شيء الاسباب عن هي القصه، هل شيء عضوي او شيء نفسي؟ وخاصه بتعرف يعني خفت حركه الاطفال ما عاد مثل الاول. اكيد طبعا، يعني هي الاسباب متعدده، في منها اسباب عضويه واسباب نفسيه واسباب بيئيه. خلينا نقول الأسباب العضوية، هي بتكون في عنده مشاكل عضوية ما بعضلة اللسان، أو مثلا بجوز يكون في مشاكل بمراكز الكلام بالدماغ، أو مشاكل بالجهاز السمعي. إلا يعني هون نروح باتجاه عضوي باتجاه الطب. في عنا مشاكل نفسية كمان، نحن أوقات بجوز نحن ما انتبهنا لها بسن مبكرة ولقينا النتائج متأخرين تمام. وصرنا هلأ بدنا نعالج. منها مثلا انه يصير الطفل يقلد طفل اخر بالعائله عنده مشاكل بالنطق، يقلده يصير مثله. في عندنا مشاكل الدلال الزايد، في عندنا مشاكل انه الام ما عندها علاقات والطفل ما عم يجتمع مع اقران له بنفس العمر، ياخذ ويعطي معهم، يحكي معهم، الام ما عم تحاكي طفلها كثير هاي النقطة خلينا بالبيت. نركز عليها دكتور لو تمام. سمحت. يعني اليوم كثير من الامهات بيتناسوا يمكن حاجات الطفل ان هن لازم ياخذوا ويعطوا معه ويحاكوه يمكن على كل تفصيلة حتى يتخزن عنده بعض المفردات وبعدين أكيد. يصير قادر، قد هي النقطة مهمة اليوم؟ تمام، كثير ضروري. على فكرة في امهات بتلاحظي انه من الايام الاولى، من الاشهر الاولى بتحاكي ابنها، بتحاكيه بجوز بقصه هو ما يعني فهمها. ما ابدا اكيد ما حيكون فهمها، لكن بتحاكيه القصه كلياتها حتى تحسسه انه هو موجود وعم يسمع، والكلمات تصير فيه عم تروح باتجاهه بشكل دائم. العين كثير مهم وهي عم تحاكي ابنها. هالشي هذا بيساعد، نحن بنفكر انه هذا الشيء انه فزلك خلينا نقول، لكن هو بالحقيقه هو كثير بيساعد على انه الطفل يكون يروح باتجاه انه يحكي، مثلا خلينا نقول يحكي بكير يفرح اهله. نحن الطفل وقت بيحكي بكير يفرح اهله، بينما هو طبيعي، هو تمام. طبيعي انه بهالعمر هذا يحكي. لذلك الام كثير مهم انه هي تلعب الدور الاول. طبعا اكيد لازم تنتبه للموضوع هذا، ننتبه كثير وهي عم تحكي مع ابنها، تنزل لمستوى
عينه بعينه، الكلام تنتبه انه الإيماء الكلام يكون دم. واضح طالع من الفم، وتكون الكلمات واضحه، المخارج الحروف واضحه، الابن وقت عم يسمع من امه وعم يشوف شلون عم يكون الكلام عم يتعلم هالطريقه الصحيحه. بينما اذا كانت الام هي بالاساس مثلا بتحكي بسرعه، او مثلا عندها تأتأة مثلا، خلينا نقول رح تنتقل هالشيء يتعلم. هذا اكيد، لانه هو القدوه الاولى هي امه. تمام. لذلك بنلاحظ انه بيكون هو ما في عنده مشاكل، ولا يحتمل انه يكون في عنده مشاكل لا عضويه ولا نفسيه بالاساس. بياخذ من العادات اللي تعودها من امه. هون بنروح بالاتجاه الاسباب البيئيه اللي هي كثيره، وهي اللي نحن ما بننتبه لها ابدا، لكن هي موجوده. تمام. منها مثلا تعدد اللغات، مثلا اذا كان العائله في عندها سفر كثير، او مثلا مضطر الاب انه يكون بخلال السنه الواحده باكثر من مكان، الابن تعلم عده لغات، بينسى اللغه الام، وبصير بيخلط بين اللغات كلياتها، بصير في عنده مشاكل بالنطق. هي نحن ما بننتبه لها، طبعا نسبتها قليله كثير، لكن ما بنعرف انه هذا هو السبب. لذلك مهم كثير انه نحن وقت نعرف السبب حتى نعرف نعالج، اما وقت نحكي بالعموم ما بنوصل للنتيجه. كمان كثير مهم ننتبه انه الطفل بعمر مبكره بيتعلم من اقرانه. وقت في عندنا طفل هو بتأتئ بصير بيتعلم منه حتى لو ما قلده، لكن بتجي اذا كان خصوصي اذا كان في محبه بينه وبينه، بيحبه لهالطفل هذا، بصير بيقلده من دون ما يحس. كمان اوقات الطفل بيكون في عنده مشاكل، هو قلق، خوف، عدم الثقه بالنفس، شعور بالنقص، هالشيء هذا كلياته بينعكس على النطق. بنلاحظ انه الطفل الضعيف الشخصيه نطقه ضعيف، بصير في عنده تأتأة، بصير في عنده حبسة. تمام. يعني قبل ما يطلع الكلام بيحبس قبل ما يطلع الكلام. في عندنا مشاكل كمان تانية، هي اللي بيكون في عنده الطفل مشكلة الإبدال، مثلا بده يقول مردسة بدل عواد مدرسة. هي كثير بنشوفها دكتور. تمام. هي كمان هي مشكلة نطق، لكن نحن ما بنهتم فيها، بنقول نحن انه عم يقول الكلمة كاملة ونضحك. تمام. لكن هي بالحقيقة لا، بجوز يكون عنده على فكرة طلاقة بالكلام، لكن في عنده خربطة بالإبدال. لذلك كمان كل هالمشاكل هي نحن لازم نضوي عليها وننتبه لها، لانه كلها لازم تنحل. تمام. بدك تسالي شيء لانه فرح طبعا عندي. اكيد كمان دكتور من المشاكل كمان يلي بنشوفها مو بس الابدال، كمان في عندنا مشاكل لما الطفل يمكن ببلش يحكي سين بدل شين، او بيقرط مثل نحن ما بنقول بالعامه. قد ايه هذا الشيء كمان هو بياثر لما الام بتاخده بروح الدعابه وبروح الفقاهه وبتصير يمكن تحكي مثل ابنها بدل ما تصلح له؟ قد ايه هذا الشيء خطير فعلا؟ تمام. يعني الفكره من هالمشاكل هي بجوز تكون عضويه، بجوز تكون نفسيه، بجوز تكون بيئيه، هي الكلام الطفولي او عدم اظهار الاحرف اللثويه. طبعا نحن كثير مهم بدايه انه ما نضوي على المشكله، لانه اذا ضوينا على المشكله بتثبت. اما اذا نحن عملنا بطريقه الضحك، بطريقه البزاح، قلنا له نعيد الكلمه ما فهمناها، كمان بصير نعمل انه اكتب لنا اياها حتى نعرف، حتى نعرف، هي بصير تنطبع عنده الكلمه اللي مكتوبه على الورقه بدماغه بشكل سليم، بشكل صحيح. لكن اذا ضوينا عليها انه انت عم تخربط، انت عم تغلط، انت عم هيك، نحن ثبتنا له الكلمه بهالطريقه هي، وصار صعب تغييرها بالمستقبل. اما اذا نحن بالبدايه منها عن طريق مزاح، اولى اخوي اولى صار يتعلمها منه، صار في مثل غيرة بين الأخين، صار يقولها بشكل سليم صحيح. لذلك الأم دائما نرجع منقول أن الأم هي البداية، الأساس. إذا كانت هي الأساس طبعا، لأنه إذا كانت هي عم تغلط ما بيطلع في نتائج صحيحة. الابن دائما هو عجينة، نحن بنحاول قدر الإمكان نحن تكون هالعجينة عم تطلع بشكل 100% صح، لكن بيكون في أخطاء إذا كان في غلط بدل الام. لذلك مثل ما تفضلتي، باللعب، بالمزاح، بنطول بالنا لو ما انتبهنا البدايه، معلش اذا ما انتبهنا، وخصوصي اذا كان من نوع الكلام الطفولي، بيتحسن. ما تحسن بنصير نتبع اساليب ثانيه، عيد الكلمه، ما فهمت عليك،
اكتب لي اياها. هالطريقه هي بتخليه هو يعرف انه هون إن عنده مشكله، بصير هو بيحاول على فكره يصلحها. لكن نحن ما بنقول له هي مشكله، لانه بس نقول له هي مشكله صعب صار تغييرها، تمام. خلص صرنا نحن قدام امر الواقع، والطفل كمان نفس الشيء. نعم، خلينا نحكي شوي كمان عن الأطفال اللي عندهم صعوبة بالتواصل، يعني حتى لما الأم بتحاول تتواصل معهم عندهم صعوبة بالتواصل، هدول كيف ممكن يعني تعليمهم النطق؟ إيه طبعاً، يعني دول الأطفال أولاً ما بتجي عينك بين، يعني حتى أنت عم تحاكي، حتى لو إحنا تبعنا الأساليب الصحيحة 100%، نزلنا على نفس طوله، كانت عيني مقابل عينه، عم بحكي معه بشكل عم بظهر مخارج الحروف، لكن هو ما بتجي عينه بعيني، بيحاول يهرب. هذا الطفل هو عنده مشاكل بضعف الشخصية طبعا. هدول الأطفال بدنا نكرر كثير معهم، وإذا ما اتبعنا الأسلوب الصحيح معهم نتبع الأسلوب اللي يكون فيه عن طريق اللعب، عن طريق أي شيء نوصل له فيها المعلومة غير الطريقة المباشرة، لأنه الطريقة المباشرة ما عم تجيب نتيجة. عنده هذا الطفل ضعف، مشكلة ما بيجي تكون هالمشكلة على فكرة نتائجها مو بس مشاكل بالنطق، في مشاكل بالتواصل مع اخواته، مشاكل التواصل مع اقرانه، مشاكل التواصل بجوز مع ابوه، يعني هو علاقته بس مع امه بتكون. لذلك نحن كثير بدنا نكون منتبهين انه مشكلة ابني انا شو هتكون نتائجها، لحتى حل المشكلة وحل النتائج سوا. منها النطق، خلينا نقول دائما وقت بيكون في عندنا مشكلة من هالنوع هذا والابن ما عم يتواصل، ما عم يكون في نتيجة، خلينا نمشي مثلا بطريقة الكتابة، خلينا نمشيها بطريقة اللعب، انه الام عم تحاكي ابنها بطريقة لعب، بجوز تكون عن قصة هو قبل ما ينام، قبل ما ينام توصل له الفكرة اللي هي بدها اياها بطريقة صح، هو بتخته قبل ما ينام. يعني في عدة طرق لازم نحن نتبعها، لانه الطريقة المباشرة ما بتجيب نتيجة. كثير مهم وقت في عندنا قصص نطق، اذا حسينا انه الام ما عم تحسن توصل الشيء المطلوب نستعين بحدا ثاني، لانه الام اوقات الابن يعني مثل ما بتقول ما بتمون عليه، يعني بتحاول انه قد ما حملت هي ما بيسمع منها، وخصوصي اذا كان في مشكله بينه وبين امه، لا بنجيب حدا ثاني، بجوز مو بالضروره يكون على فكره اختصاصي، بجوز يكون قريب حدا منه، قريب منه، حدا بيعرف بالقصه، خالته بجوز، بجوز عمته، بجوز حدا من العائلة بيحبه كتير، نوصل له هالمعلومة هي عن طريقه. لأنه إذا ضلينا عم نتبع نفس الأسلوب وبدنا نتائج مختلفة، هالشي هذا ما بجيب، هالشي هذا بجيب نفس النتيجة. تمام. كمان دكتور بنشوف من بعض الأمهات من التصرفات إنه يمكن بيتركوا أطفالهم بوقت كتير طويل أمام شاشة التلفزيون، أوقات أداء أمام يمكن الآيبادات، كل هي الأمور يلي اليوم صارت تكنولوجيا بنحس إنه هي بتضر شوي الطفل، هذا الشيء قد إيه له شغلات إيجابية وكمان نتائج سلبية على الطفل، كيف الأم فيها توفق بين الحالتين؟ تمام، الحقيقة خلينا نقول قبل فترة 5 سنوات أو بهالفترة تقريبا، كنا نقول إنه وقت يقعد الطفل أمام التلفزيون عم يشوف أفلام كرتون، أفلام الأطفال عم يحكوا باللغة الفصحى، هالشيء هذا عم ينعكس على الطفل إنه صار عم يحكي بمفردات لغة فصحى. هالشيء هذا كثير عم يساعدنا، عم يروح على المدرسة عم يلاقي الشغلة سلسة. هلا هالشيء هذا شوي خف، لأنه الأفلام هي صارت بلغات مختلفة ولهجات كمان، ولهجات مختلفة، وما عم تعطي هالصفة هي، لذلك عم يصير في عنده مشاكل بالاستقبال. وقت عم يصير عنده هالمشاكل عم يصير عنده خربطة بالنطق. هي من ناحية، من ناحية تانية السكوت فترات طويلة هو قاعد عم يتفرج، إن كان آيباد عم يلعب أو على الشاشة عم يتفرج على أفلام طبعا، والمشكلة الأكبر نحن ما بنعرفين شو عم يلعب ولا شو عم يتفرج، هون في مشكلة تانية. هالشي هذا عم يخلي السكوت هذا عم يخلي عنده مو مشاكل بالنطق لكن مشاكل بالكلام، ما عاد حب هو يعبر عن حاله لأنه ما في داعي، لانه اصلا ما حدا عم يساله ولا حدا عم يناقشه ولا حدا عم يقول له شو عم يصير معك، وهو ما بده يحكي لانه هو في شيء عم يعوضه، هو الفرجه او اللعب او الطريقه اللي عم يتبعها. لذلك لازم يكون في كنترول بهالناحيه هي، لازم نحاول انه يكون في عدد ساعات، ما يكون الشيء مفتوح. يعني المشكله هي وين بتكون، خصوصي بالفتره الماضيه انه 6 أشهر انقطاع عن المدارس، الاهل باعمالهم، الاطفال بالبيت، الحل الوحيد هو الايباد.
اللي هو عم يعدو 6 ساعات ورا بعض بجوز، ما عم يحكي ولا كلمه، اخوه جنبه، هاد لحال وهاد لحال، لا هاد عم لعمي هاد عم يلعب مع هذا، كل واحد بعالم، كل واحد بعالمه الخاص الافتراضي الكاذب اللي عم يكون هو عم يكون عم يعبي له كل وقته. هالشيء هذا عم ينعكس عليه بعدين، نجي المساء احكوا لنا شو صار معكم، ما صار معنا شيء، هن اساسا ما صار معهم شيء حتى يحكوا، نعم. كلها تلعب، شو بدهم يحكوا لهم عن اللعبه؟ لذلك عم يصير في هالسكوت هذا عم يخلي الطفل ما يصير يعرف لا طريقه التعبير ولا طريقه الكلام السليمه 100%. لذلك عم يصير عم ينعكس عليه، وقت يروح على المدرسه عم نلاحظ انه الطفل طيب ما عم يحكي، الطفل ما عم يتجاوب، الطفل ما عم يتواصل، ليش هالطفل هي؟ تعوا يا اهل شوفوا لنا وين المشكله. تمام. هي نعم. هي اللي عم تصير. نصائح اخيره هيك بالختام مختصره بتحب توجهها لام عندها ولد صغير ويمكن عم تعاني من مشكله تاخر النطق او عدم النطق بشكل صحيح؟ احسن نصيحه هي الحوار. قد ما كان ابننا صغير نقعد ونحكي معه. طبعا وقت بيكون عمر الابن سنه نحن بنعرف شو طريقه تفكيره وبنحكي معه على الاساس هذا وبنناقشه على الاساس هذا وبنلاقي وبنشوف شو هو شو ردود افعاله. تمام. بيكبر شوي بصير عنده تفتح اكثر، تفكير اكثر، تحليل بطريقه منطقيه اكثر، كمان بنصير بنرفع من هالمستوى هذا. اوقات نحن على فكره بنرفع من المستوى قبل ما يكون صار وقته، لذلك هالشيء هذا بيساعد الطفل على تفتح مداركه بشكل بعمر اصغر. كل ما نحن كنا مهتمين بطفلنا تطلع نتائج اقوى أفضل. وافضل اكثر بكثير. لكن وقت بنقول انه المدرسه بيننا وبين المدرسه مقسومه القصه، الطفل عم يتعلم بالمدرسه، نحن عم نساعدهم بالبيت، عم نقوم بواجبنا، هذا الشيء هذا ما بيجيب نتائج اضافيه. كل ما نحن كنا مبادرين اكثر بالتعاون مع ابننا كل ما كانت النتائج افضل بكثير. نعم اكيد. يعني زينب قد عالم الطفل هو عالم كثير واسع وكثير حساس، تصرف بسيط مننا ممكن يترك اثر كثير كبير، نحن ما ننتبه على هذا الموضوع. طبعا اكيد. فبدنا نكون كثير حذرين، في حال كان عندنا اي سؤال او استفسار في استشاريين نحن بنلجأ لهم وبنكون ايد بايد معهم. شكرا لك دكتور. شكرا كثير لكم. شكرا لوجودك معنا.